دفع عيناوي في غفلة. الزعيم يتقدم بهدف المباراة الأول في الدقيقة 14. صغار الزعيم ناشئي الزعيم يتقدمون في الدقيقة 14، يفاجئون الإنتر، يضغطون على الإنتر، يخترقون الدفاع الأصعب على مستوى العالم دفاع الطليان، ويسجلون هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب أحمد الفارسي الذي يضع الزعيم في المقدمة. شوف الإعادة، لم نشاهد الهدف، لكن هنا الإعادة بضربة رأسية، وبالتالي هدف المباراة الأول. العين يتقدم على الإنتر بهدف أول، كرة أولى كانت خطيرة، يوسف البلوشي القائم تدخل وأبعدها، لكن وبفريق واثق من نفسه. الكرة وصلت ليوسف، يوسف واحد على واحد، يوسف واحد على واحد، لك يا يوسف، لك يا يوسف، الله الله يا يوسف، والله يا زعيم، والله يا ناشئ العين. سعيد مصبح يسجل الهدف الثاني. قوة المدافعين الطليان لا تقف أمام قوة مهاجمي فريق العين. هدف المباراة الثاني، بداية قوية، بداية مبشرة. شوف المرور من يوسف، واحد على واحد، قلتها لك يا يوسف، وهدف المباراة الثاني يسجل في هذه اللحظات. شوف تلاعب بديفيد ماريني قائد الإنتر، وأرسل كرة عرضية لسعيد مصبح، وبكل هدوء وبكل سلاسة بطريقة السهل الممتنع، الزعيم يتقدم على الإنتر بهدفين مقابل لا شيء، بمجهودات كبيرة لهذا اللاعب الشاب، لهذا اللاعب الطموح، لهذا اللاعب الذي يعشق الريتس ليفربول ويعشق قائدهم. ارفع به مع بداية شوط المباراة الثاني، كرة بتلعب، جول للإنتر. الفريق الإيطالي يقلص الفارق في هذه اللحظات عن طريق البديل نيكولا بيلوني الذي ينجح في تسجيل هدف المباراة الأول للإنتر، والهدف الذي يقلص من خلال الفارق. شوف هذه الكرة، عملية كشف التسلل لم تكن موفقة من قبل لاعبي فريق العين، وبالتالي اللاعب بيلوني تمكن من أن يسجل هدف تقليص الفارق. استلام وبعد ذلك تسديد، وأشارة لركلات الترجيح، والفائز يذهب ويكتب نقطتين، والإنتر يسجل التعادل. الإنتر يسجل التعادل في الوقت اللي كنت أتحدث فيه عن التعادل. الإنتر يعود للمباراة في هذه اللحظات بكرة رأسية عن طريق اللاعب ديفيد جيلوكوموتي، ينجح في تعديل النتيجة وفي تسجيل هدف التعادل بعد الضغط كان كبير. شوف الكرة العرضية حقيقة والمحاولات اللي استغلها نادي الإنتر. شوف الكرة اللي أرسلت بشكل ممتاز، والتغطية الدفاعية ربما لم تكن بالشكل المطلوب، وبالتالي الإنتر ينجح في تسجيل هدف التعادل. إيفاكسيك وأحمد سالم، أحمد سالم يتقدم، جول جول. جابيليني يتقدم، أوه. ريان يتقدم، ريان ضاعت، طارق محمد، كرة، أوه. سيف ممكن يسجل، سيف، جول. إنتر وسلطان في المرمى، جول. جاسم، جاسم، لكن الحارس إيفاكسيك أبعدها. لاعب ثقة، ميلوني يتقدم، لكن سلطان محمد أكثر ثقة، عيد يتقدم لإنهاء الأمور، جول. انتهت مشاهدينا الكرام بهذه الطريقة. العين كان الأفضل في المباراة في شوطها الأول، وفي الشوط الثاني لم يكن سيم، وصل ذلك وأكد بأنه يريد أن يحافظ على اللقب. إذن العين يكسب أول نقطتين في هذه البطولة.